بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في جوله جديده من جولات استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم المباراه الاولى في سلسله مباريات النهائي لكره الطائره رجال ما بين الاهلي والزمالك. المباراه ان شاء الله ستقام في تمام الساعه 11 مساء، يعني بعد حوالي نصف ساعه من الان، وتقام على مجمع الدكتور حسن مصطفى. طبعا المباراه تنطلق في ميعادها في حال لم تتاخر المباراه السابقه، مباراه الثالث والرابع ما بين نادي طلائع الجيش وسموحه اللي بتجرى احداثها دلوقتي. يعني لو المباراه خلصت في ميعادها ان شاء الله مباراه النادي الاهلي والزمالك المباراه الاولى ستنطلق في ميعادها باذن الله. طبعا المباراه دي او البطوله دي هي البطوله الثالثه يمكن للفريق هذا الموسم. الفريق حصد البطوله العربيه كاس السوبر، ودي اول بطوله محليه يعني موسم 2023 بطوله الدوري. نتمنى له التوفيق، لسه عنده موسم طويل، لسه مباراه الفاينل، لسه كاس مصر، ايضا لسه البطولة الأفريقية. يعني الفريق لسه عنده ثلاث مباريات. فريق كرة الطائرة السنة دي الحقيقة مأدي مباريات جيدة الحمد لله بلا هزيمة حتى الآن. نادي الأهلي قابل نادي الزمالك خمس لقاءات هذا الموسم، فاز فيهم جميعا بنتيجة 3-0 ما عدا مباريتين بنتيجة 3-1، يعني 15 شوط لشوطين لنادي الزمالك. تفوق واضح الحقيقة للفريق، ولكن زي ما حضراتكم عارفين الرياضة إن أنت لازم تحترم الفريق اللي بتلعبه سواء في اي بطوله، سواء كان الوضع او ايه، لازم انت بتلعب بتحترم الفرقه، بتلعب بتادي دورك عشان في النهايه يكون المكسب باذن الله هو ده المنتظر من لعيبه النادي الاهلي.